بتقولك السبع شهور بيطلع عصبي يا جميل. تتعصب زي ما هي عايزه. اتفضل. دي نور عين وقلب امها، تعمل كل اللي هي عايزاه. ميرسي يا بابا. انتوا برضه يا بنات بتصدقوا الكلام ده. ايوه ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالي يا هلا. هلا اختي يا طنط. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اتفضلي اتفضلي يا بنتي. تعالي شوفي ساره عمتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ على فكرة بقى انتي أحلى بكتير قوي من الصور اللي وراها لي. ميرسي، ألف مبروك. الله يبارك فيكي عقبالك. ميرسي. أدي أول مستند. وبقية المستندات إن شاء الله هجرجرهم واحد ورا التاني عشان تطمني. طول عمرك بتخاف من ماما ياسين وبتعمل كل حاجة من وراها. دخلت ادبي وفهمتها انك داخل علمي، دخلت فنون جميله وفهمتها انك داخل هندسه، بس ده كان زمان واحنا عيال صغيرين. لكن انت دلوقتي بقيت اب وفي الحلال وبشرع ربنا، يعني ما انتش مخلف بنتك دي في الحرام، يعني بتمارس منتهى حقك كبني ادم حر. خايف ليه بقى وبتعمل عملتك زي الحراميه؟ زمان كنت بخاف منها يا هالة، دلوقتي بقيت بخاف عليها، بقيت اخاف اقول لها لصحتها ما تستحملش او يجرى لها حاجه. يا ابني امك عندها سكر وضغط، يعني زي 75% من الستات اللي في سنها، ما هوش مرض عضال يعني. وبعدين يا ياسين انت عارف كويس قوي ان خالك حكيم ده المتغطي بيه عريان، وهتشوف ان عمره ما هيدخل في حاجه قدام ماما من باب تكبير الدماغ مش اكتر يعني. وبعدين ياسين انت مش عبيط، انت منقيه هو بالذات عشان انت عارف ان هو مصاحبك انت دونا عننا كلنا. وطبعا لما مامة جميله تشوفك داخل لها بيه هتوافق تجوزك بنتها على طول. يا ياسين خليك عارف انك لو فضلت خايف ومواجهتش ماما المره دي عمرك ما هتبقى راجل. وبعدين يعني ذنبها ايه مراتك وامها ان هما صدقوك واعتبروا ان كلامك ده كلام رجاله؟ انت لو ما قلتش لماما وبابا زي ما وعدت جميله هتنزل من نظرها. ربنا بقى ما يوريك لما راجل ينزل من نظر ست. صح، انت صح يا هالة. انا هقولها على كل حاجه واللي يجرى يجرى، ولو عملت مغمى عليها او ضغطها عالي تبقى تاخد الدواء. يعني سايبيني الله يسعد وحدي في المطبخ وقاعدين تتودودوا هنا، في ايه؟ لا مفيش يا ماما، اصلا هلا كانت بتحكي لي عن مشاكلها في الشغل مع رئيس التحرير بتاعها. طيب. في الشغل، وكانت بتقول لي انه خاله حاتم كلمها في التليفون وعايزها ضروري، فانا كنت هروح معاها ضروري. طب ومالك؟ ماله في ايه؟ مالك متلجلج كده؟ روح يا اخويا شوف بنت خالك واعزمها على السيما ولا خدها عشيها بره. حاضر، هاخدها عشيها بره. حاضر. ماما. نعم. انت بتشيلي دواء الضغط بتاعك فين؟ ليه يا حبيبتي عايزه دواء الضغط ليه؟ دماغي بتغلي. أحسن، مالها دي؟